خلينا مع الختام بقى مع الساحرة المستديرة، ايوه والنهاردة المباراة ما بين الأهلي والزمالك، والعنوان الحقيقة برضو عايزة نقف عنده قمة عام الرمادة الكروي، ويعني العنوان معبر الحقيقة عن الوضع اللي بتعيشه الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية، يعني إخفاق في نهائي كأس الأمم وبعدين نهائي كأس تصفيات كأس العالم، وطبعا هزيمة مهينة أمام أثيوبيا، وطبعا برضو ختام بهزيمة رباعية في ودية كوريا، فإخفاقات متتالية. وكما هو العنوان القطبان في المواجهة 124، حماس في الملعب وفتور بين الجماهير. طبعا الجماهير انصرفت عن التشجيع في ظل الأجواء المحبطة في الكرة المصرية. تمام. رقم واحد، هو احنا عايشين في حالة قحط كروي، مفيش حاجة عندنا، ويمكن في حزن عند الجمهور اللي خسرنا فرصة الصعود لكأس العالم، وعندنا واحد من أهم لعيبة العالم محمد صلاح اللي خد ثالث أفضل لاعب في العالم مرة، وخد سبع أفضل لاعب عالم مرة، وكان مرشح السنة دي بقوة إن هو يبقى أفضل لاعب في العالم، ولكن يمكن الحظ ما كانش حليفه في أكتر من ملف. نهائي أمم أفريقيا خسرناه، نهائي أو المباراة المباراتي السنغال اللي هم بيأهلوا لكأس العالم خسرناهم، صلاح خسر الدوري الإنجليزي، خسر نهائي أوروبا يا دوب خد الكأس وخد بطولة كأس الاتحاد. فصلاح برضو كان المفترض الدنيا تنور شوية، ده على جنب. الجزء الثاني مرتبط بحالة الارتباك اللي عندنا، الارتباك الكروي. في أزمة في المنتخب، إيهاب جلال الراجل قعد 3 مباريات ومشي، الراجل اختياره كان غلط. الجماعة بتوع اتحاد الكرة عندهم 100 علامة استفهام عليهم، على أدائهم، على شغلهم، على فكرهم، على تحركهم، على تنسيقهم، وعلى تركيزهم مش موجود. ناس أعتقد هم سايبين المركب ماشية كده من غير توجيه ومن غير شغل ومن غير حماس. علامة استفهام على أداء كل الناس اللي هناك، كل الطاقم اللي موجود في اتحاد الكرة. ولكن نيجي هنا الاهلي والزمالك، لا محدش هينصرف عن الاهلي والزمالك. انا عايزك النهارده الساعه 7:30 كده تاخد جوله، تمشي في الشارع كده، تمشي لوحدك، هتلاقي هتلاقي الدنيا كلها مركزه في الماتش، كل الناس مستنيه، كل الناس مهما كان على مدار ال 50 سنه اللي فاتوا ماتش القمه وماتش قمه. حتى لو انت خرجت من كاس العالم النهارده الصبح انت هتستني اهلي وزمالك، لان عندنا 80% المصريين واكتر ما بين اهلي وزمالك. تمام. من غير ما نتكلم في ارقام ده كام وده كام، ولكن كل الناس اهلي وزمالك. النهارده الماتش صعب جدا، ودايما مباريات الاهلي والزمالك ما حدش يتوقعها وما حدش يقول لك مين هيكسب ومين هيخسر. يعني حضرتك مش متوقع مين هيكسب ومين هيخسر النهارده؟ ايوه. لا انا عمري ما اتوقع، يعني يوم 6-1 ما توقعتش الزمالك يخسر 6-1. الزمالك الفريق، لا مباراة العريض. النهارده مش متوقع فعلا مين يكسب. هل انت توقعتي في الدور الاول ان انت ماتش 5-3؟ بس هو يعني يوم 19 دايما ما يحملناش يعني الحظ الجيد، او ما يحملش للاهلي الحظ الجيد. ده يعني كلام يقال مين؟ يعني ده كلام مين؟ يعني يقال، انا ما اعرفش، انا بقول عشان كده يقال. والله بصي، الاهلي عنده ظروف صعبه جدا. تخيلي الاهلي على مدار تاريخه ما فيش مدرب اتغير قبل مباريات القمة إلا نادرا، يعني كان نفس الظرف ده اتعرض ليه الفريقين في 2020 في نهائي أفريقيا لما كارتيرون مشي من الزمالك وفايلر مشي من الأهلي. هما الاثنين مشوا في أسبوع قبل الماتش بأسبوعين، دي كانت نادرة وكانت تكرارها مستحيل. لكن احنا النهارده الأهلي اضطر الأسبوع اللي فات إن موسيماني يمشي، اتفق معاهم ان هو مكمل لماتش بيراميدز اللي هو يوم 30، ولكن تاني يوم الصبح قال لهم انا اسف، الحاجه في البيت قالت لي ما تكملش يا موس، فما كملش الموس، والاهلي اعتذر له وانتهى الامر بالتراضي ومشي. هل الماتش صعب؟ الماتش صعب على الفريقين. الاهلي عنده سامي قمصان، سامي علاقته كويسه باللاعبين، قريب منهم بحكم وجوده في الجهاز الفني على مدار 2 3 ورا بعض. يمكن بس عدم الاستقرار اكيد هيكون له يعني لا ربنا ايه؟ اصل المدير الفني موجود بقاله 2 سنين وحقق معاك بطولات وحقق معاك نتائج مع الفرق الكبيره، بيديك ثقه، بيديك ثقه اكيد. تمام. لكن أكيد. انت هتبصي على النواقص هنا وهنا، الاهلي بيعاني والزمالك بيعاني اكتر، ربنا يكون في عون اللاعبين اللي موجودين في الملعب النهارده. الجمهور لكن نتمنى نشوف كوره حلوه بقى، يعني كوره ممتعه. نشوف حاجتين، نتمنى نشوف حاجتين، نتمنى نشوف كوره حلوه، نتمنى نشوف اخلاق على قدر الحدث. ماتش الاهلي والزمالك لازم نشوف اللعيبه ما حدش يصدر منه اي فعل او اي تصرف
خارج السياق وخارج السلوك الرياضي. كل التوفيق للأهلي والزمالك النهاردة وكل محبي الكرة المصرية، نقعد وحنتفرج وحنشجع وإن شاء الله الفريق الأفضل هو اللي بالتأكيد حيكون الفائز.